من جانبه علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تآمر الدوحة لقلب نظام الحكم الشرعي في البحرين من خلال تسجيل الاتصال الذي أذاعه تلفزيون البحرين. وقال قرقاش إن هذا دليل على أن سياسات قطر تجاه جيرانها كانت مشروع أزمة مخططة ومبيتة. وشدد قرقاش على أن التوجه القطري الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض استقرار الجار واضح جدا، وأن تغيير التوجه هو صلب أزمة قطر.